بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. منتخب مصر خسر امام المنتخب التونسي بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعت المنتخبين وديا على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطوله كاس الامم الافريقيه. والفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد ظهر في مران الفريق اللي أقيم امبارح على ملعب التتش واللي كان قبل السفر للسعودية لخوض بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى، واحتفلت لاعيبة الأهلي بموديست بعد الانتقال للفريق. كمان بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وصلت فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وده لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. وفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اتعادل مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب أو على استاد الإسماعيلية، وده استعدادا للموسم الجديد. والبعثة المصرية احتلت المركز الثاني في الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى واللي أقيمت في عمان، وحققت كمان بعثة مصر 20 ميدالية متنوعة. منتخب كوريا الجنوبية حسم مواجهة نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بين المنتخبين على ملعب سانت جيمس بارك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2023. منتخب إسبانيا فاز على منتخب قبرص بنتيجة 6-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب لوس كامرينيسا ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024. كمان منتخب الأرجنتين واصل نتائجه الجيدة بعد ما حقق الفوز على منتخب بوليفيا بنتيجة 3-0 في المواجهة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية والمؤهلة لكأس العالم 2026. منتخب إنجلترا فاز على منتخب اسكتلندا بنتيجة 3-1 في مواجهة ودية بمناسبة مرور 150 سنة على أول لقاء جمعهم. كمان منتخب ألمانيا حقق الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعت المنتخبين في إطار الاستعداد لبطولة أمم أوروبا يورو 2024. منتخب الجزائر نجح في الفوز على مضيفه السنغال بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح قبل انتهاء التوقف الدولي الجاري استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 واللي هتقام في كوت ديفوار. منتخب الكاميرون حسم تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وده بعد ما تغلبه على منتخب بروندي بنتيجة 3-0 خلال فعاليات اللقاء اللي أقيم امبارح ضمن منافسات الجولة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكان 2024. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع أحمد وجمانة. شكرا ليك يا لمي.